أثار القصف العنيف على حي الخالدي، سقوط قذيفة هاون منذ 3 دقائق هنا، وهذه هي آثار الدمار. انظروا، حتى مياه الشرب، لا يبقى عندنا مياه شرب في حي الخالدي. 23/3/2012. الله أكبر، الله أكبر، سقوط قذيفة أخرى في الشارع المجاور. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نستطيع التجوال في الشوارع. انظروا، الشوارع خالية، الشوارع خالية تماما من الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الظهر. الله أكبر، الحي يقصف منذ 4 أيام على التوالي. الله أكبر، هناك سقطت قذيفة أخرى منذ قليل.